انا ريالي. عرفت كيفاش كتكلم على داك اللقطه الشهيره، ولكن انا ما قدرش نعرف بالضبط شنو كان واقع في الدماغ ديال ميسي في داك اللحظه هذيك. ما فهمتي، لان اي واحد يقدر يتصور في لقطه معينه وعتقلت ليه شي حاجه، ولا صعيب تعرف بالضبط شنو طرا. وكتفكر حتى شنو طرا مع نانسي عجرم والمغني الموهوب الصغير، باش سلمت عليه بعيد. واش اللي مانياك؟ حيت كاين ناس مانياك، كاين ناس بصح كنعرفهم صحابي اللي ما كي غير كتسلم عليه كيدير داك ديزانفيكتون في الدول، او لا عند الميك اب، او لا ما باغاش تسلم. زعما ديك كل هاد المسائل البسيطه ما عمرك تقدر تعرف، حيت انا براسي قدرت توقع لي، وتقدر تخاد واحد الصورة معينة في واحد لو مومون وتكون انا ما قصدت فيها والو غير ظرف معين لحظي. لانه ما كنضوش علاش عنده ميسي انه يرفض يسلم على مسؤول ولا يسلم على اي واحد. ما كاين شي حاجة تما وصافي، شي غضب معين ولا شي حاجة قبل او بعد، انا لا ادري ما في الصدور. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.